نستكمل مع حضراتكم الجزء الثاني من نظرية أدلر بأهم المفاهيم التي طرحها أدلر. المفهوم الأول هو الشعور بالنقص، والذي أشرت في الجزء الأول أنه يجب أن نضع خط تحت هذا المفهوم، إذ لاحظنا أنه أدلر أصيب بالكساح وكانت حياته شاقة. من هذه وضع أحد المفاهيم الشعور بالنقص. الشعور بالنقص بحسب أدلر هو حالة عامة موجودة عند كل الناس، جميع الناس موجود لديهم الشعور بالنقص، وذلك لا يعني أنهم مصابين باضطراب نفسي، لا، حالة عادية أنه موجودة عند كل الناس. وأشار إلى أنه هي أساس كل نشاط إنساني يهدف إلى النمو والتطور، وهو ناتج عن محاولات الفرد من أجل التعويض عن النقص، سواء إذا هذا كان النقص حقيقي أو وهمي. لاحظوا أن النقص موجود عند كل الناس، وقد يكون هذا النقص حقيقيا مثل ما نرى لدى الأشخاص الذين يعانون من عوق معين في جسمهم، أو قد يكون وهمي، أنه يشعر إنسان أنه هو قليل الحيلة، لا يستطيع أن يقوم بأعمال معينة، يعني مثل ما سنلاحظ بعد أيام أن هناك أشخاص يقول لا نستطيع الصيام. قد يكون هذا المانع عن الصيام هو حقيقي بسبب وجود مرض عند الشخص، أو قد يكون شنو متوهم أنه أنا لا أستطيع، أنه أنا قد أقع على الأرض، وقد يكون هذا الحقيقة متوهم وليس حقيقة. ومن أجل التصدي لهذا الشعور بالنقص فالفرد يحاول بكل جهد تحقيق أعلى الدرجات. وبحسب أدلر أن هذا الشعور بالنقص يبدأ منذ الطفولة، بمعنى يعني يبدأ بحسب أدلر في فترة الرضاعة. فهنا الرضيع يعتمد اعتماد كلي على الكبار، وبحسب أدلر أن الرضيع واعي لسلطة والديه الكبيرة وقوة هذه السلطة، وهو مدرك لحالة اليأس اللي يعيشها من مقاومة تلك السلطة أو أنه تحديها. ونتيجة لذلك تنشأ لدى الرضيع مشاعر النقص بالمقارنة بالأشخاص الأقوياء في بيئته. هذه التجربة الأولية للنقص تحدث لكل فرد في مرحلة الطفولة، وهذا لا تحددها الوراثة، وإنما هي من عمل البيئة، والتي هي واحدة للرضيع في كل الأماكن. لذلك أن كل الأطفال في كل الكون هم يعانون من الشعور بالنقص. ومن الجدير بالاهتمام يجب أن نفهم بأن مشاعر النقص لا يمكن تجنبها، وهي ضرورية، وهذا الأهم أنه ضرورية، لأنها توفر الدافع الرئيسي للكفاح وللنمو وللنجاح. وأشار إلى أنه عقدة النقص يمكن أن تنشأ بثلاثة طرق في الطفولة، يا أما نتيجة النقص العضوي أو التدليل أو الإهمال. بالنسبة للنقص العضوي
الشخص المصاب بعجز أو قصور في عضو ما، يعني عنده بالرجل، عنده بالإيد، عنده في مكان آخر عجز، يحاول في الغالب أن يعوض هذا النقص أو العجز بعمل لتقوية ذلك العضو بالمزيد من العمل أو التدريب. يعني على سبيل المثال أنه يضرب مثال على ذلك، أنه أحد الأشخاص يعاني من التأتأة، فبدأ أنه يخرج إلى أطراف المدينة ويضع حصى على لسانه أو تحت لسانه من أجل أن ينطق الحروف بشكل صحيح، إلى أن وصل إلى مرحلة أنه أصبح خطيبا مشهور. نحن نلاحظ أن بعض الأشخاص يعانون من الضعف في البصر، أن يكون بصير، أن يحاول أن يعوض هذا بحاسة السمع، واللي عنده عجز في حاسة السمع أن يعوض بالبصر أو بالإشارة وهكذا. تطور هذا المفهوم عند أدلر، فأصبح لم يكن قاصرا على النقص العضوي فحسب، بل طوره بحيث أصبح الشعور بالنقص عامة، وحين يحس الإنسان بهذا الشعور بالنقص بالدونية يندفع من أجل التعويض، الشعور بالتعويض الزائد. المفهوم أو عفوا الطريقة الأخرى لعقدة النقص هو الدلال الزائد. هنا يمكن أن يقود الدلال الزائد إلى الشعور بالنقص، فهنا في الدلال أن يكون الطفل هو مصدر الانتباه في البيت، تشبع كل حاجاته ولا يهمل منها إلا القليل، فتحت هذه الظروف من الطبيعي أن تنشأ لدى الطفل فكرة بأنه الشخص الأكثر أهمية في أي موقف، ويجب أن يكون الآخرين هم خاضعين له. لكن تأتي الهزة العنيفة للطفل في دخول المدرسة، كيف؟ لأن داخل المدرسة أنه لم يعد مركز الاهتمام أن الطفل يكون مركز الاهتمام كما هو الحال داخل البيت، فيكون كل شيء حسب وقت، الأكل بوقت والخروج والدخول بوقت والجلوس والنهوض بوقت والنظافة مطلوبة وفي أوقات معينة، هذه كلها لم يتعود عليها الطفل، فتكون هزة عنيفة لم يكن الطفل مهيئ لها في الغالب، لأن الأطفال المدللين حقيقة لديهم القليل من الشعور الاجتماعي، وهم قليلي الصبر مع الآخرين لأن يردون كل شيء يستحوذون عليه، فلم يتعلموا أن ينتظروا لما يريدون، بل ما يريدون يجب أن يحصل الآن، كما أنهم لم يتعلموا التغلب على الصعوبات وكيف أنفسهم على الآخرين، لأن هم كانوا متكلين على آخرين من أجل التغلب على الصعوبات. عندما تواجههم عقبات تعوق ابتهاجهم، يتكون لديهم هنا الاعتقاد بأن نقص قدرتهم هي التي تخذلهم، معنى ذلك أنهم يرجعون سبب فشلهم إلى النقص في قدراتهم، وبالتالي يصبح النقص داخل الفرد لإحساسه بضعف قدراته، وهكذا ينمو مركب النقص.
الطريقة الثالثة هي الإهمال الزائد. يكون فيه الطفل منبوذ ومهمل وغير مرغوب فيه، وتتسم طفولته بانعدام الحب والطمأنينة بسبب عدم اكتراث الوالدين، أو أحيانا بكرههم له. لذلك قد ينمو لدى الطفل مشاعر الدونية، وينظر لكل شخص بأنه غير موضع ثقة. فهنا الطفل يكون فاقد للحب والعطف والرعاية والاهتمام، وبالتالي فهو يفتقد ثقته بالآخرين. ذلك بسبب أن الطفل يشعر بالثقة مع الوالدين عندما يوفر له الحب والحنان، ويعمم ذلك على العالم الخارجي، في حين إذا حصل العكس وفقد الثقة بالوالدين فإنه يعمم عدم الثقة هذه إلى العالم الخارجي، يعني الناس المحيطين به. وهنا نتذكر وجهة نظر أريكسون في المرحلة الأولى، الثقة مقابل عدم الثقة. فالطفل إذا شعر بالثقة من والديه يعمم هذه التجربة على الآخرين، والعكس هو صحيح. إذا لم يعمم الثقة من والديه، عفوا، إذا لم يحصل على الثقة من والديه فيعمم عدم الثقة على الآخرين. وهنا بحسب أدلر فيكون هذا الطفل قاسيا، جاف الوجدان، شكاكا، غير آمن، وبالتالي يحاول تعويض هذا النقص بأشكال شتى، منها القسوة مع الآخرين. فإذا ما شعر بالثقة للآخرين يبدي يتعامل وياهم بقسوة وعدوانية.